السادة السيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم من الفضاء التشادية من الجميلة ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية لهذه الأمسية بحضور بعض أعضاء الحكومة ترأس صباح اليوم وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان البداية الرسمية لمشروع دعم المجتمع المدني في تشاد كان ذلك بحضور ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد تقرير زميلة منى حسن سكايح في إطار التعاون المشترك القائم بين البلاد والاتحاد الأوروبي بهذا الصدد جاء الانطلاقة الرسمية لمشروع دعم المجتمع المدني في تشاد وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان خلال كلمته قدم شكره للاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل واهتمامهم لهذا المشروع الذي وصفه بالأهم وطلب من قبل مختلف شركاء التنميه بالبلاد على المساهمه في نجاح هذا المشروع من اجل دعم مختلف مشاريع التي تسعى الحكومه الى تحقيقها في كلمتها رئيسة بئسة الاتحاد العربي بالبلاد دنيسا هيلينا أكدت على أن الاتحاد العربي منذ أكثر من خمسين عاما تقوم بدعم مختلف مشاريع التنمية في تشاد وفي مختلف المجالات بما في ذلك في التنمية الريفية والمياه والصحة والبنية التحتية أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي سينابي برناباس قال بأن هذا المشروع يدعم المجتمع المدني في تشاد، وأنه من الضروري تقييم عمل المشروع من أجل زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار على الصعيدين بين المحلي والوطني، وأن هذا المشروع يعمل تحت إشراف تام من قبل وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي، علماً بأن مثل هذه المشاريع تدخل في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. بهدف تقوية وتعزيز الشراكة مع الشركاء جاء هذا الاجتماع التشاوري الذي نظمته وزارة المياه مع الفنيين وشركاء التنمية ترأس الاجتماع وزير المياه صديق عبد الكريم حق تقرير محمد طاهر صالح حسين بهدف التشاور وإيجاد أرضية مشتركة بين وزارة المياه والنظافة وشركائها الفنيين والماليين جاء هذا الاجتماع الذي ضم عدد من الخبراء والفنيين والممولين للتعرف على الإشكاليات التي تقوض فرص عمل وزارة المياه في جهودها الرامية إلى توفير المياه الصالحة للشرب ومعالجة المياه الجوفية في ترأسه لهذا الاجتماع وزير المياه والنظافة صديق عبد الكريم حجار ذكر الشركاء والممولين بأن الوزارة تبذل جهودا مضنية لتوفير المياه الصالحة للشرب ومعالجتها في شتى الأراضي الوطنية كما انها تعد من اولويات الحكومه ضمن خططها الانمائيه عبر شركائها الممولين وهذا الاجتماع يسمح للمشاركين بتبادل الاراء والتنسيق فيما بينهم لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعد من اهتمامات الوزاره ولاجل تنفيذ هذه الخطط والبرامج التي وضعت لذلك فقد عبر الشركاء بانهم على اتم الاستعداد للتعاون مع الحكومه بهدف مساعده المواطنين في معالجه تكرار المياه الجوفيه الصالحه للشرب وذلك بوضع جدول زمني محدد واجتماعات متعاقبه تتيح للمانحين حل هذه المعضله جدير بالذكر ان الاجتماع ناقش مساله تفعيل مختبر تكرار المياه ودور الصندوق وتحديث قطاع المياه بهدف تمويل المؤسسات الصغيرة ترأس صباح اليوم مدير الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات عثمان محمد نور بمقر الوكالة الانطلاقة الرسمية لاجتماع الشراكة من أجل تمويل الشركات الصغيرة تقرير زميل إشراق عبد الله ياتي هذا الاجتماع الذي جمع اعضاء الوكاله الوطنيه للاستثمارات والصادرات مع شركاء التنميه بهدف التشاور من اجل تمويل الشركات الصغيره سيما تسهيل عمليات الحصول على القروض الماليه من البنوك حتى تستطيع الشركات الصغيره من خلالها دعم مشاريعها وتوزيع رفعه تجارتها يدخل ذلك في سياسه الحكومه الراميه الى تحسين مجال الاقتصاد من خلال تعزيز قدرات اصحاب الشركات وارباب العمل في مختلف القطاعات الاستثماريه بالبلاد وعلى هذا المنوال قال مدير الوكاله الوطنيه للاستثمارات والصادرات عثمان محمد نور الي بان هذا الاجتماع يعد فرصه لتبادل الرؤى والافكار فيما يتعلق بالخطه الوطنيه لانعاش الاقتصاد والتجاره مشيرا الى ان تكون هذه المشاورات اداه فعال لتنويع الاقتصاد لا هذا النظام يعد فرصه استثماريه وطنيه واجنبيه مع ضمان مصلحه جميع الشركات الصغيره بالبلاد معبرا بانه يحتاج منا الى جهد كبير في مجال تحسين ومشاركه البلاد في التجاره الخارجيه وهو الضمان الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي كما طلب منهم تضافر الجهود معا من اجل تمويل الشركات الصغيره بالبلاد عقد مساء امس الامين العام لحزب الحركه الوطنيه للانقاذ الام بي اس باقليم شارب قرمي صالح كادر كنا اجتماعا بقريه بكرا بهدف تدارس ومناقشه المسائل المتعلقه بالتعليم وكيفيه خلق فرص عمل للشباب في الاقليم. تقرير ادم حنفي فاضل. هؤلاء هم مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ وكوادر إقليم شاري باجرمي، اجتمعوا هنا من أجل توحيد الرؤى والصفوف من أجل تقديم المزيد من متطلبات التنمية في إقليم شاري باجرمي. اجتماع جاء نتيجة لدعوة الامين العام للحركة الوطنية للانقاذ باقليم باقرمي وذلك بعد الاجتماع الذي اجتمع فيه جميع امناء الحركة الوطنية للانقاذ بشتى اقاليم البلاد مع مؤسس الحركة الوطنية للانقاذ ادريس دبي اتنوخ خلال الشهر الماضي <applause> الاجتماع قد شهد مداخلات عدة من قبل المعنيين بكل المجالات التي ينبقي أن تسهم في تنمية إقليم شاريبا جرمي مؤكدين أن بناء الإقليم يرجع للوحدة ونزع القبلية والعنصرية فالعود محمي بحزمته وضعيف حين ينفرد ويشار إلى أن هذا الاجتماع هو تمهيدا للاجتماع التوعوي الذي سينظم خلال الأيام القادمة في كبرى مناطق إقليم الشاري من أجل حث المواطنين على التعليم وكذا البحث عن جميع أساليب التنمية بالإقليم